بالظبط، انا بتفق معاك تماما، ونتمنى ان احنا نشوف مردود بقى للاسماعيلي في الدوري العام، يفكرنا لما كنا نتكلم نقول دايما يا كابتن هشام ايه طبعا. اهلي وزمالك والاسماعيلي، طول ما نقول كده طبعا. او زمالك واهلي والاسماعيلي. الكوره الحلوه يا كابتن مدحت كانت في الاسماعيلي، يعني دايما الاهلي والزمالك بيلعبوا على المنافسه دايما، وان كان الزمالك كان في يعني نسبه جمال في الكوره شويه، ان الاهلي كان بيلعب دايما على البطوله هدفه، ولكن الاسماعيلي كانت هي دايما الكوره الحلوه بالظبط بنستمتع بيها كلنا، فبالتالي ده مؤشر حلو للاسماعيلي ان هو يكسب داخل يعني هنا في القاهره ويكسب خارج القاهره. بالظبط، مؤشر كويس جدا، وفعلا فرقت معاه بشكل كبير جدا فتره الاعداد اللي الفتره اللي فاتت دي اللي هي ال 30 يوم او 35 يوم بالنسبه للاسماعيلي. أيوة، لان الاسماعيلي ما كانش احسن حاجه قبل التوقف في الدوري، نتائجهم متذبذبه، صح، ما كانش احسن حاجه، كان مغلوب الحرس، كان مغلوب بالظبط، وكان الاداء ما كانش مقنع بالنسبه للاداره والجماهير الاكثر سخونه يعني. فبالتالي ان هو يكسب ويحدد هدفه ويعمل فترة اعداد قوية جدا في الفترة دي، يستغل التوقف ويكسب خارج ملعبه حتى لو بغض النظر الفرقة التانية اساسيتها موجودة، لا الاسماعيلي كان باين ان هو عايز يكسب كده. طيب